سلمت حركة حماس الدفعة الرابعة من المحتجزين لديها إلى الصليب الأحمر، وذلك في إطار التبادل بموجب اتفاق الهدنة. وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق تسلمها قائمة بأسماء 3 سيدات و30 قاصرا ستطلق إسرائيل سراحهم ضمن الدفعة الرابعة، حيث من المقرر أن تقوم سلطات الاحتلال اليوم بإطلاق سراح 33 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية مقابل إفراج حركة حماس عن 11 من المحتجزين الإسرائيليين. في الأثناء أفادت مصر أن حركة حماس تعتزم الإفراج عن 6 من العمال التايلانديين المحتجزين لديها خارج إطار الاتفاق، وقد أجرت الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال برعاية مصرية قطرية تبادلا للمحتجزين خلال 3 أيام الماضية، حيث أفرجت سلطات الاحتلال خلال الأيام 3 الأولى عن 117 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية مقابل 39 محتجزا في قطاع غزة. كما أفرجت الفصائل الفلسطينية بالتوازي عن عدد من الحاملين لجنسيات مختلفة وذلك خارج نطاق الاتفاق. Thank you.